تجمع آلاف الألمان في برلين بمناسبة يوم الوحدة مطالبين برحيل حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، ودعا إلى تنظيم المظاهرة نشطاء مقربون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني وحركات يمينية أخرى. واستنكر المحتجون مشاركة ألمانيا في الدعم العسكري لأوكرانيا، واتهموا الحكومة بارتكاب أخطاء في سياسة الطاقة واتخاذ إجراءات غير مناسبة لمكافحة فيروس كورونا. من برلين مراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق ينضم إلينا. ما التفاصيل حول هذه المظاهرات التي تطالب برحيل أولاف شولتس؟ حجم هذه المظاهرات، أماكن تواجدها، ما التفاصيل عربي؟ بالتأكيد محمد، حسب المحلل هنا في ألمانيا وأيضا عدد كبير جدا من أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ الذين احتفلوا بالأمس بعيد الوحدة في ألمانيا، أن الحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف وأيضا بعض الجماعات اليمينية المتطرفة وكما جرت العادة تستهدف تحديدا الأيام التي فيها تجمعات كبيرة جدا مثل عيد الوحدة الألماني لانتهاز الفرصة والمطالبة باستقالة المستشار الألماني أولاف شولتز وحكومة المستشار الألماني أولاف شولتز اعتراضا على أمور كثيرة هنا في ألمانيا، منها بالطبع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وأمور مرتبطة بارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وكل هذه الأمور تحديدا. الحقيقة حزب البديل من أجل ألمانيا إذا دعا في يوم من الأيام إلى أي تظاهرة أو أي جماعة يمينية ربما لن يتخطى العدد 2000 أو 3000، ولكن بالأمس كل الذين كانوا متواجدين بجوار بوابة براندنبورغ تور هنا في مربع الحكومة وحتى في هامبورغ المستشار الألماني كان موجودا هناك بالأمس وعددا آخر من الولايات الألمانية هم يحتفلون بعيد الوحدة في الأساس وليست لهم علاقة بهذه التظاهرات، ولكن حزب البديل من أجل ألمانيا والجماعات اليمينية انتهزت الفرصة كما جرت العادة حتى توضح أن كل الحاضرين إذا كانوا 20,000 أو 30,000 أو 50,000 هم من المطالبين برحيل الحكومة الألمانية، ولكن في الأساس كل الذين كانوا متواجدين كانوا يحتفلون بعيد الوحدة هنا في ألمانيا، ولكن بالطبع عددا كبيرا جدا من الألمان الشرقيين حسب التقارير الأخيرة هم معترضين بالفعل على سياسة المستشار الألماني أولاف شولتز بخصوص المساعدات المقدمة لأوكرانيا بشكل كبير جدا، وألمانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي دفعت ربما أكثر من 40 مليار يورو حتى هذه اللحظة مساعدات إلى أوكرانيا سواء سلاح أو مساعدات مالية للاقتصاد الأوكراني. هل عادة تتكرر هذه المظاهرات المطالبة برحيل أولاف شولتس، أم أنها فقط كما تقول عربي بأنها جاءت موازية للاحتفال بعيد وطني وهو يوم الوحدة؟ بالتأكيد هي متكررة، تتكرر بشكل يعني شكل تقريبا دوري في ولايات شرق ألمانيا تحديدا، الولايات التي يسيطر عليها حزب البديل من أجل ألمانيا وبعض المدن الصغيرة الأخرى في غرب ألمانيا تكون التظاهرات ربما بها 500 شخص و 1000 شخص بشكل يعني بحد أقصى، ولكن ليس بالشكل الذي رأيناها بالأمس كان هناك 50,000 و 100,000 وما إلى ذلك. لذلك التظاهرات الأساسية المطالبة بهذا الأمر تتركز تحديدا في شرق ألمانيا وفي ولاية مكلنبورغ أو أيضا في شمال ألمانيا المطالبة برحيل حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز اعتراضا على كل هذه الأمور، وجمعنا رأى الخبر الذي خرج من الدنمارك أيضا وهي تعتبر من الدول نعم. لكن هل هي أحزاب يمينية فقط حكومة أو المجر بتخفيض المساعدات؟ نعم عربي، هل هي أحزاب يمينية فقط أو حركات يمينية، أم أنها ربما تتوسع الأمر إلى أحزاب أخرى ذات توجهات أخرى تنتقد حكومة أولاف شولتز؟ بالطبع هناك ايضا حزب السي دي او او حزب المسيح الديمقراطي حزب المستشار انجيلا ميركل هو من الاحزاب المعارضه داخل البرلمان الالماني البوندستاغ، ولكن لا يخرج بمثل هذه التظاهرات لان لا يوجد حزب هنا في المانيا وجماعه او اي جماعه اخرى تسمى جماعه ديمقراطيه هنا في المانيا لا تريد ان تنضم للحزب البديل من اجل المانيا او اي جماعه يمينيه اخرى في مثل هذه التظاهرات. كل ما يتم تحت قبه البرلمان الالماني البوندستاغ كنوع من انواع الديمقراطيه عندما يعترضون كما جرت العاده خلال الاسبوعين الماضيين، كان هناك ضغطا كبيرا من فريدريش ميرس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الان داخل البرلمان الالماني البوندستاغ على المستشار الالماني لتغيير سياسات الهجره، ولكن كل هذه التظاهرات في الاساس هي مرتبطه بالاحزاب اليمينيه هنا في المانيا. وربما السبب الاكبر لهذه الاعتراضات هي الدعم الالماني الى اوكرانيا، وربما وزاره الاقتصاد تقول ان الصادرات العسكريه لاوكرانيا ارتفعت باكثر من 4 أضعاف منذ بداية العام. أشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق من برلين مراسلنا، شكرا جزيلا لك.